فن اليقظة الذهنية، مصطلح زوين. فن اليقظة الذهنية، ثلاثة ديال الكلمات مختلفين، كل واحدة ما كتشبه الأخرى. شنو غيكون في نظركم الرابط اللي كيجمع ما بين الفن باليقظة مثلا؟ حتى أنا أول مرة في نظرتي هذا المصطلح استغربت، ما عرفتش واش بصح كاين شي حاجة بهذا الاسم، ولكن خلينا نتعرفوا على الجميع. هذا المصطلح او ما يعرف باليقظة الذهنية او المايندفولنس بالانجليزية، في الاونة الاخيرة عرف شهرة اللي كبيرة، يعني ما يمكنش تكون ما سمعتيش عليه. ولكن السؤال، شنو هو في الحقيقة؟ بالنسبة للناس اللي مهتمين بتطوير الذات، في الغالب هذا الموضوع غيعجبهم ويجيهم على القناة. استو ارتاح لي راسك وحل دماغك معايا باش نتعرفوا عليه جميع. هذا المصطلح او لا قبل كل شيء، اهمية دياله وكيفية اكتساب هذه المهارة. اليقظة الذهنية أو المايندفولنس هي ببساطة ممارسة الوعي باللحظة الراهنة الآن، يعني تحط دماغك معك حاضر في نفس اللحظة، يعني انت ودماغك حاضرين حتى ما كان. وي احنا درنا هادشي كامل، لكن كيفاش نحضره وحتى كيفاش نخليه مستمر معايا؟ فهاد التجربة خاص تخلي دماغك على فكرة أنه يبقى مستيقظ واعي بكل التفاصيل اللي متواجدة في ديك اللحظة. بكل بساطة هذا المفهوم كيساعدنا على الاتصال بالعالم الحالي من خلال العيش اللحظة الراهنة، وغير كنوصلوا لهذا الحالة من الوعي يمكن لنا نستمتع بحالة من السلام الداخلي. ومن إيجابيات هذا الفن أنه حرفيا كيغير الطريقة ديالنا في الإحساس، إحساس بحياتنا وعيشة. وباش نوصلوا لهذا الإحساس، فعل بسيط خاص نقوموا به هو التدرب على التركيز. الأمر كامل متعلق بالتركيز، تركيز الذهن على اللحظة الراهنة بلا ما نفكروا في الماضي أو نخافوا من المستقبل. هنا تقدر تقول لي ملي هذا سميتو التأمل؟ لا، نقدر نقولك آه، لان المديتيشن او التامل عندها بزاف الانماط اللي غنهضروا عليها طبعا في فيديو اخر، لكن اليقظه كتختلف على هذه الانواع ديال التامل، بحيث تقنيه التركيز في اللحظه الراهنه كيعزز احساس التعاطف والاستمتاع بالحاضر. ولهذا اليقظه فوائد كثيره على الفرد، بحيث كتمنحنا لمحه على اللحظات المهمه في حياتنا، من خلالها نقدروا نوصلوا لحاله من السلام الداخلي في اللحظه اللي كنتقبلوا فيها ذاتنا بشكل غير مشروط. كنوليو عايشين واحد السلام الداخلي كما سبق لي ذكرت، وكنوليو في واحد المتعه اللي فريمون ما غيحس بها غير الناس اللي كيمارسوا هذه العاده. صراحة الرغبة في تغيير الأشياء هي في الواقع فطرة إنسانية، لأننا كبشر مقيدين بمشاعرنا، وبعض الحوارات اللي كتجري في الداخل ديالنا أو لا دوك الحوارات الداخلية في أعماقنا الشيء اللي كيخلينا مقيدين، وهذا هو المشكل الحقيقي اللي كنعانيو منه كاملين طبعا. ولكن علاش هالتصرفات بحد ذاتها هي اللي كتخلينا بعاد عن الواقع وما كنبقاوش واعيين باللحظة؟ الجسد كاين ولكن العقل غايب. المفهوم اللي كنهضروا عليه اليوم شائع الانتشار في ثقافات متعدده، الا انه ما تعترف به في عالم الطب الحديث الا في السبعينيات من القرن الماضي، وحاليا كيعالجوا به بزاف الامراض الجسديه والنفسيه منها، والطب كيسميوه العلاج المعرفي القائم على اليقظه. ومن هذه الامراض التوتر، القلق، الارهاق، الالام المزمنه، وبعض من انواع السرطانات. كما سبق لي بالذكر أنه لهذه اليقظة منافع عدة، منها تحسين ورفع مستوى الوعي بالذات، خلق شعور بالسلام الداخلي والهدوء، المساهمة في التواصل مع العالم الخارجي، رفع مستوى تقدير الذات، تعزيز مستويات الطاقة، تمرين مجاني للعقل، وأهم حاجة وآخرها هي عيش اللحظة الراهنة. وباش نكتسبوا هذه المهارة عندنا بزاف ديال التمارين في اليقظة، مثل تمرين دقيقة اليقظة، مكان هادئ، موسيقى هادئة، محاولة للتركيز، وحسب عدد الأنفاس، يعني حسبوه في كل مرة نوصل لعشرة نعود الحساب، في حالة ديال أننا تشتتنا نعود الحساب من الأول. هادشي كامل لمدة دقيقة، واخا تجيك طويلة مع المدة غتعود عليها. أما التمرين اللي كيعجبني شخصيا هو تمرين التعاطف الذاتي، تجلس مع راسك تهدن وقول كلام زوين لراسك، مثلا أنا أبذل ما في وسعي الآن وهذا يكفي، أشعر أنني مكتمل ومكتفي، أنا راضي عن نفسي. هذه الجمل البسيطة تقدر ترفع لك المعنويات لواحد الحد
كبير بزاف. ولحد هنايا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، وصراحه بزاف ما يتقال في هذا الفيديو، ولقيت بزاف الحوايج اللي تقالوا في هذا الفيديو لحقاش فريمون عجبني الموضوع. ولكن لا نطول عليكم، نتمنى اللي عجبكم الفيديو وتشاركوه مع صحابكم، وإلا كان عندكم اقتراحات المواضيع اللي نقدر نهضر عليكم نهضر ليها ليكم تخليوها لي فيكم.